صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى هذه الحلقه من كلام بيروت. ضيفنا اليوم في الاستديو مباشره على الهواء الكاتب السياسي والصحافي في جريده الجمهوريه الاستاذ طوني عيسى. استاذ عيسى صباح الخير. صباح النور. تحيه للفنان طوني عيسى. أكيد تحية ونيالو على بيحمل نفس الاسم بس بيحمل مهنة بتروق الأعصاب مش مثل مهنة فنان مميز. أكيد رح نتابع. فضل قول تقول شيء. عم بقول إنه مهنتنا متعبة للأعصاب، مهنته بتريح الأعصاب. سياسيين عم بتعبونا. صحيح. على كل حال نحن وياك اليوم رح نتابع ما جرى بجلسة امبارح من انتخاب الرئيس اللي كان متوقع يصير فيها شيء، صار فيها شيء. حضور النائب الدويهي على كل حال، تأجيل الرئيس بري شهر. في كلام كتير حول هذا الموضوع. حركة الرئيس الحريري المستمرة بعد عودته، بعد في مسك الختام أكيد في دكتور جعجع والرئيس نبيه بري. رح نشوف أيضا المواقف، موضوع الجيش يعني مش الحال من خلال تأجيل تسريح قائد الجيش، وبالختام موضوع الإقليم وبالتالي انتظار تسوية ما تنعكس على لبنان. بموضوع حركة الرئيس الحريري حول موضوع الرئاسة، شروط، مواقف، أفشات ونكات، حتى سلفي مع النائب جنبلاط، ومين قال أنه نحن زعلانين. الرئيس جميل أو النائب الجميل رئيس حزب الكتائب والرئيس الحريري شهر العسل وين؟ السلة المتكاملة للرئيس نبيه بري، كلهم طلعوا على فكرة مع بعض. صحيح. واللافت كان كلام النائب دوري شمعون، شرط جديد للرئيس، بدنا شهادة طبية لنشوف إذا قادر يشتغل. على كل حال رح نبدأ نحن وياك الحلقة بكاريكاتير. بدك تقول شيء؟ لا 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 تفضل. كاريكاتير لأرماع حمصي بصحيفة النهار من وحي ما قاله النائب دوري شمعون. شمعون يطالب بشهادة صحية لكل من يترشح لرئاسة الجمهورية. الوزير وائل أبو فعور جاهز، لدينا مرشح مطابق للمواصفات وحامل صورة النائب هنري. حلو حلو ايه حلو حلو بكفي. طبعا انه يعني زميلنا أرماع حمصي عم بي يعني قفش القفشه حلوه مطابق للمواصفات. بس يعني انا من اول يوم قلت انه ما في من الاقطاب، يعني ما في رئيس جمهوريه من الاقطاب. قد يكون حلو او غيره بلحظه معينه اذا حان موعد ايجاد رئيس للجمهوريه بلبنان، يمكن نتفاجأ بأنه الكاتيجوري فئة المرشحين الأربعة لا أكيد ما حدا منهم ما تروح. أكيد أكيد فئة المرشحين الأخرى اللي هي منا من الأستاذ أنري حلو واحترامنا له الكامل يعني تصبح واردة. وأنا بعتقد لما بده يصير رئيس جمهورية بلبنان بده يصير من هذه الفئة. كل هذا الذي يجري والأمال وممكن بعد جمعة وبهي الجلسة و31 28 لا ما في شيء. بتصور أستاذ سلمان ما يجري هو عملية غبار يتطاير في الهواء وليس هناك أي نتيجة منتظرة على مستوى رئاسة الجمهورية. قد يعلن الرئيس الحريري تأييد حدا أو قد لا يعلن، وقد يعلن دكتور جعجع أنه بعده على موقفه أو يغير موقفه، وقد يعلن الرئيس بري على موقفه أو يغير موقفه. بس أنا عم بحكي عن الخلاصة، لأنه بالنهاية الأمور في خواتيمها. إذا كانت ستأتي بالجنرال مثلا ميشيل عون أو بالنائب سليمان فرنجي، أنا لا أعتقد إطلاقا أن الظرف مناسب لمجيء أي من رجلين إلى بعبدة. ولكن يعني بعد بيحمل البلد، يقال أنه هاوي هاوي وبدون رئيس بيحمل بلبنان. بلبنان شو اللي بيصير بلبنان؟ يلي بيعمل مشكل وقادر يخربط الاستقرار بيتدخلوا، مثل بالبيت يعني إذا في ولد بيصرخ وبيعمل مشاكل وبيعذب أهله، أهله بيصيروا مضطرين يمشوا معه لحتى يحافظوا على البيت ويحافظوا على الاستقرار أو يواجهوه إذا بيقدروا يواجهوه. أوقات بيصير الولد أقوى منهم بطلوا يقدروا يواجهوه. هلأ ما عم تلطش على حدا. لا ما عم تلطش على حدا، بس عم نحكي بقى. ما في بالمبدأ حدا منزعج من غياب من فراغ من الشغور في رئاسة الجمهورية في لبنان، على رغم كل الكلام اللي عم ينقال. ليش؟ لأنه الدستور اللبناني بقى الطائف يعني أعطى صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعا. وصلتني. الحكومة مبدئيا حطت عطال وفي شارع بالدق وما بطل في حكومة. نعم. شو؟ ولكن ليش ما بيستعجلوا
ليجيبوا رئيس جمهورية، لأنه القوى الدولية والعربية التي المعنية بالاستقرار في لبنان يلي إجمالا بتتدخل بشكل طارئ لحتى إذا حست أنه الاستقرار عم يهتز، منا زقلانة بموضوع رئاسة الجمهورية، لأنه ما في مثل الشيعة مثلا أنه ناس يقفوا وراء رئاسة الجمهورية ويعملوا مشكل ويقولوا ما بدنا ويخربطوا الاستقرار. في لحظة في المسيحيين، المسيحيين مشحرين يعني ما عندهم قدرة ينزلوا على الشارع التيار والقوات معهم، ويوم موقفهم أقوى من أي وقت مضى. كان الجنرال عون لما نوصل هلأ، لأن هلأ وصلنا على النقطة اللي عم نحكي فيها اللي هي نقطة تحرك العماد عون. أنا باعتقادي ما جرى بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان وعودة الحكي بالجنرال ميشيل عون، الهدف منه بشكل أساسي نزع فتيل الشارع، مش انتخاب العماد عون، لأنه انتخاب العماد عون يعني مع الأسف أنه أولى لا يأتي به طرف في لبنان إلا حزب الله وإيران، يعني لما بيقولوا رأيهم وبدن بيتحقق. قالوا بدنا جنرال، لا ما قالوا يعني أوكي. انتو المعرقلين مزبوط، هيدا الموقف المعلن، بس موقف حزب الله ولا يوم انا بتقديري انه كان مؤيد للجنرال عون. لو كان حزب الله يريد العماد عون ما كنا كتير اشياء عم نشوفها كانت صارت، يعني مثلا ما كنا شفنا الرئيس نبيه بري ضد العماد عون. اثنين، ما كنا شفنا النايب سليمان فرنجية بعد مرور سنة أو سنة ونص من الفراغ الرئاسي أو الشهور الرئاسي بيعلن أنه هو بده ينزل شريك مضارب بثماني أدار ضد العماد عون. حزب الله عندما يقود ثماني أدار يقودها جديا وبحنكة وبحكمة وبقوة، ما بيسمح لها بعض التفاصيل أنه تصير، ولذلك مجرد أنه هيدي عم بتصير حزب الله لما نقرر يعمل شيء بلبنان لقى انه بيتناقض مع مصالحه عمل 7 أيار. حزب الله اذا كان بده الجنرال عون كان بيعمل 7 أيار ليجيب الجنرال عون، وما كانش صار ب 25 ايار تبع 2014 ما كانش صار الفراغ الرئاسي. نعم جاوبت شوي او حكيت حضرتك عن موضوع عودة الرئيس الحريري، يوم يعني حضرتك بدي اسالك كمراقب ومتابع ومطلع، يوم اعلن الرئيس سعد الحريري دعمه ترشيح الوزير الفرنجي قديش صار ماضي 10 أشهر يمكن، نعم ايه، كتبت الصحف انه مبادره الحريري او هذه الفكره او هذا التوجه حرك المياه السياسيه الراكده. اليوم حضرتك ماذا فعلت اليوم حركه الرئيس الحريري لجهه ما يحكى عن توجه لدعم الجنرال عون؟ ما يحكى عن توجه لدعم الجنرال عون ما عطيت شيء لحد هلا انا بتقديري، بس عطيت شيء ثاني. شو عطيت؟ انه امبارح 28 ايلول كان اليوم اللي بده ينطلق فيه الجنرال عون بالتصعيد السياسي، وكان بده ينطلق انطفأ هذا التصعيد واعلنوا عن تاجيله. عنده 13 تشرين ايه 13 تشرين 15 تشرين وعنده بده يكفي، بس انا بتقديري مثل امبارح شبهتها بال بمقالتي بالجمهوريه انه الجنرال عون صاير مثل شهريار يلي شهرزاد بتخبره قصص بتسليه هو ناطر، عرف كيف؟ ما كنت وبيوصل لمطرح. قريت امبارح المقال بس ما كنت بدي اذكر يعني انه لهالدرجه كيف؟ نعم الجنرال عون كل ما بده يجي يصعد بيخلق شيء بيروق بيرجع بده يصعد بيرجع بيروق بقى رح يقضيها رايق، عرفت شو؟ بس عم نحكي يعني بالسياسه استاذ عم نحن بالسياسه يعني كيف موضوع رئاسي وجنرال وقاعد وناطر يجي حدا بخبره قصه بيروق وبيرجع مش هيك؟ الجنرال لحد هلا كان بده يقول رايه بانه حزب الله ما عم يدعمني، او بده يطالب بانه ادعموني انا كمرشح رئاسي، او اطلبوا من الوزير النايب سليمان فرنجية انه ينسحب، او اطلبوا من الرئيس نبيه بري. ولكن في عنده مشكله الجنرال عون، مشكله انه يقدر يقول هالكلام او يواجه
الحقيقة، لأنه لحظة الحقيقة مع حزب الله لما بتوصل لهون سيتضرر هو أيضا منها، لأنه إذا طلع من من حزب الله العماد عون لوين بيروح؟ العماد عون إذا طلع اليوم من حزب الله وإذا واجهه بهذه الحقائق لوين بيروح؟ ما عنده مطرح يروح، بس باللحظة ذاتها حزب الله حريص على أنه ما يترك العماد عون كمان بنفس القوة وأكثر، أنه ما يتخلى عن العماد عون. إذن هناك مصلحة مشتركة بالمساكنة، وإن أدرك كل واحد مع الثاني أنه يعني بيشبهوا زوجين، بيعرف كل واحد أنه عنده علاقات خارج الزواج، بس مجبور يتساكن هو إياه ويعيش هو إياه حتى ما تخرب العائلة، يعني حتى ما يخرب البلد أو البدك إياه. موضوع التحرك اللي كان ينوي الجنرال بعده قائم، ما التغى مبدئيا، بس في رواق هلأ، كان ضد المستقبل، ضد أيضا رسالة للرئيس بري لحزب الله، مش بس فقط لما كان مكان واحد. السيد سلمان، هذا أهم سؤال عم تسأله هلأ، هو أهم سؤال. ليش اليوم أي تحرك في له توجه، التوجه بده يحدد هدف، ما هو الهدف؟ ما في، مش معروف من هو الهدف. ليش؟ لأنه الخصوم، خصوم العماد عون اليوم، لنقول تيار المستقبل، تيار المستقبل اليوم بوضع أفضل بكتير من مكان علاقته يعني مع الرابية من مكان قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة بعد عيد الميلاد كان ماشي الحال مثلا. إنه فإذا التحرك اللي بده يعمله العماد عون أكيد منه موجه للمستقبل، لأنه لو بده يوجهه للمستقبل يمكن، بس إنه آخر شيء، لأنه لو بده يوجهه للمستقبل كان وجهه وقت اللي كان بذروة الاحتئان، العلاقة بينه وبين كان عم بيقول له one way ticket وكذا وشي من هالنوع. طيب، فإذا ضد مين؟ مش ضد القوات، لأنه حليفه سمير جعجع وعم بيقول له أنا داعمك. طيب ضد مين؟ فإذا أنا برأيي بكل بساطة هو عم بيصرخ ليقول لا بشكل أساسي لحزب الله والرئيس نبيه بري، يعني للصف اللي بينتمي إليه، إنه خلصونا بقى، إنه أنا ما بدي حدد مين الهدف تبع تصعيدي، بس أنتوا لازم تعرفوا. مشان هيك سارعوا كلهم سوا إلى لم هذه العملية وضبضبت تصعيد العماد عون، لأنه مقبلين بتشرين على استحقاقات ما لازم يكون فيها الجو متوتر. نعم، كلام صاحبة السفير يمكن في شيء من هذا الموضوع، وحول الكلام الذي قيل سواء بالأنوار وحتى باللواء والسفير أنه في انزعاج عند الرئيس بري، أنه صحيح اتفاقات ثنائية منيحة ولكن من الآخر لا بنتفق كلنا وفي عندي السلة الكاملة. صاحبة السفير اليوم بوادر حلف ثلاثي بري جنبلاط فرنجية، وكأنه يقال أنه إذا أنت يا الرئيس الحريري تقربت مع الجنرال نحن حنعمل حلف تاني ضدك. منطقي هيدا الكلام، يعني منطقي الصورة، يعني اللي عم يشرحوها زملائنا بالصورة، بس أنا كمان بشوف إنه تيار المستقبل منه بعيد عن هذا الحلف الثلاثي. ليش؟ مع رئيس بري والنائب جنبلاط وفرنجي طبعا. يعني أنا ما بشوف يعني، فإذا بشوفه مش ثلاثي، بشوفه أكتر رباعي إلى حد ما. يعني رجعنا للرباعي، يعني تقريبا بنرجع للرباعي، لأنه المنطق الحلف الرباعي لم يسقط لحتى اليوم. منطق الحلف الرباعي اللي نشأ بال 2005 لم يسقط حتى اليوم. هلا الرئيس نبيه بري اللي بيضرب ضربة معلم بالاشياء، انا كنت بتوقع اللي عمله امبارح، اللي عمله حدد الجلسة التالية ب 31 تشرين، يعني عطاها شهر وشوي. تفسيرات قد ما بدك يعني، تحليلات ليش عطاها شهر؟ ما هيدي هون اذا بدك هذا الموعد هو الذي يكشف كل اللي عم بيصير ايجابا، مش ما بدي اقول لا ايجابا ولا سلبا، انا بحلل سياسي، ما بحكي، ما بعطي ما بعطي يعني ما بعطي تقويم حتى بحلل سياسي. بالسياسي الرئيس نبيه بري لما عم يعطي شهر وشوي للجلسة، يعني عم بيقول له للعماد عون انا بدي حطك بالثلاجة، انتو تصعيدك ل 31 تشرين، 31 تشرين ترجع بتقرر يا بتصعد يا بتخفي، بكون مرق 13 و15، بكون مرق 13 و15 ومرق جلسات التشريع بمجلس النواب، وهيدي اهم شيء السيد سلمان وانت بتعرف. يمكن عم تبسط الامور او هي هيك، الا يدرك التيار والجنرال والمعنيين يعني انه معقول عم نروق شهر؟
وبعدين ما في شيء. طيب شو بده يعمل؟ يعني هلا هلا الجنرال عون كان امبارح بده يبلش، ما بلش، بده يبلش وفي ناس عم يجوا عنده يعملوا له زيارات. شفت يعني بعد في الرابية حيزوره. شفت كيف؟ ما هيك اذا واحد فاتح معك حوار وعم بيقول لك شو بدك لاعطيك وانا معك وكذا وهذا، ما معقول تصعد. وهذا اللي بده يصير. هاي شهرزاد يعني اللي حكينا عنها، انه هلا في عندها شهر شهرزاد، عرفت كيف؟ شهر ازاد شهر تشرين، عرفت كيف؟ هلا عن جد في شهر الجنرال عون ما بيقدر يصعد فيه، لانه ناطر مؤشرات ممكن تكون إيجابية. ما حدا بيصعد بالوقت اللي بيكون ناطر مؤشرات إيجابية. يعني حضرتك ألغيت يعني أي لا شيء جدي فعلا أنه ممكن الجنرال أن يصل إلى قصر بعبدة؟ كيف؟ حتى اليوم في عائقين أمام وصول العماد عون إلى قصر بعبدة. أول عائق أنه إيران ما بدها بالوقت الحاضر رئيس جمهورية في لبنان، في لبنان بالمطلق رئيس جمهورية لو بده يجي مين مكان. هذا الكلام حتى لحزب الله عن انتظار تسوية. نعم. واحد. سورية أو غيره. اثنين الجنرال عون شخصيا يفضل حزب الله والمحور الإيراني والرئيس بري والكل، وأكيد أكيد الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط بفضلوا مرشح آخر، هو المرشح من المواصفات التي كانوا يطرحونها عشية 25 أيار 2014 قبل هيدا، يعني المرشح التوافقي. هل الجنرال عون هو مرشح توافقي أو النايب سليمان فرنجية؟ أنا بتقديري لا يمكن تصنيفه توافقي، لأنه عطول لما في واحد ضدك ما بتكون توافقي. لتكون توافقي بدك تحظى بإجماع الكل. طيب. وهذا شيء مش قادرين يعملوه. حتى المسيحيين فيهم يعملوه، يجيبوا مرشح التوافق. وفي طروحات فيهم المسيحيين يجيبوا رئيس جمهورية هن يختاروه هلا ويفرضوه حتى على الكل. نعم. يعني حتى على إيران. نعم. هلا بس ما بيعملوها. هلا صحيفة الجمهورية بالعنوان انه 8 أذار الحريري، مصادر من 8 أذار تقول انه الحريري ابلغ عون بالموافقة، وحتى في مقالات بداخل الصحيفة أنه العقبات أمام وصول الجنرال عون إلى عبدة. صحيح يمكن يعلن الدعم ويمشي الحال ومن دون الإشارة التخلي عن وزير فرنجية بمعنى أنه قطعنا العلاقات، ولكن العقبات كثيرة حتى لو تم إعلان الدعم. زملائنا بالجريدة حطوا بكل وضوح واضح أنه 8 أدار عم بتقول أنه الحريري أبلغ عون الموافقة. طيب 8 أدار بس الحريري ذاته رئيس سعد الحريري لم يعلن بعد موقفه إذا هو فعلا أبلغ أو ما أبلغ. طيب منجي على أوساط بيت الوسط، يعني على أوساط الرئيس سعد الحريري، ومنشوف بالحقيقة في أصوات وفي معلومات متناقضة يجري يعني تسريبها أو استنباشها أو رشوحها من أصداء تيار المستقبل. مطرح بتقول انه بلا قرروا الجنرال عون، ومطرح بيقول انه لا مش ممكن، لانه بدا الكلام حول اختلاف وجهات النظر داخل التيار وداخل الكتله انه في ناس ما بدهم وفي يعني هذا بدا الكلام بالزواريب انه في ناس بدهم وناس ما بدهم، وحيصير في خلاف داخل الكتله. وحتى ولكن بالاخر المعلومات انه عندما يقرر الرئيس الحريري بالاخر يكون هناك التزام. نعم صحيح. إلا إذا كان قال لهم صراحة رئيس سعد الحريري إنه بترك الخيارات، بعض الخيارات لا حدا يقول إيه ويقول لا. هذا خيار إذا تركه هو، مش بيكون خروج عن التيار، بيكون قرار من التيار بترك الحرية، مثل مرات كتير بالكتل السياسية بمناسبات بتكون حساسة أو ساخنة لسبب أو لآخر، سواء سبب سياسي حقيقي أو للمناورة، بيترك اللعبة تمشي مثل ما بده. قبل ما نوقف مع استراحة، حكيت عن عقبات لوصول الجنرال كتيرة، هي بالموازاة مع العقبات لوصول الوزير الفرنجية، لأنه هون الكلام إذا بنحكي حول موضوع الحلف، يعني إذا رئيس الحريري وهذه العلاقة الجيدة مع الوزير الفرنجية والنائب جنبلاط والرئيس بري كأنهم مع بعض أكثر ما يكونوا. أنا بعتقد أنه النائب سليمان فرنجية بالمطلق، عم بحكي بالمطلق مش هلأ، عنده حظوظ
يجي رئيس جمهورية أكثر من العماد عون. ليش؟ لأنه أنا بعتقد كمان أنه حزب الله والمحور يعني الرئيس بشار الأسد بيريدوا فعلا النائب فرنجية ما بيريدوا الجنرال عون، لأنه تجاربهم السابقة عتيقة وعميقة مع فرنجية، منا عميقة مع الجنرال عون. وهيدي هون بنرجع للنظرية اللي يمكن قالها الدكتور سمير جعجع بلحظة، انه التايواني والاصلي انه 8 ادار تايواني و8 ادار اصلي. هن اكيد انا بعتقد هذه النظريه، على رغم انه فيها شويه فكاهه او فيها كاريكاتوريه، ولكن هي بتعبر الى حد ما انه نعم بيريدوا اكثر النايب سليمان فرنجيه على العماد عون، ولكن عندما تاتي اللحظه التي يراد فيها ايصال مرشح من هذا النوع، انا بعتقد حتى اللحظه منا واردة، يعني في بعد مسافات طويلة وشهادة صحية مطابقة بتكون طبعا وبيقدر يشتغل 12 ساعة بالنهار. رح نتابع معك أستاذ طون عيسى هذا الحوار وموقف الوزير الفرنجية عبر تويتر يلي امبارح تصدر كل شيء، عاد إلى حقبة 88 وتحذير للرئيس الحريري في حال دعم تبني أو ترشيح الجنرال عون، موضوع مجلس النواب، موضوع التشريع. بعد التوقف الاستراحة أولى، ابقوا معنا مشاهدينا. We'll be right back.